صغيرات وكبيرات أمامكم الصورة. كان حوار مع شيتاشن، فشيتاشن عنده شعبية كبيرة في مدينة أصيلان، فشيتاشن حيت يكمل الكارير ديالو يترشح ينجح، يترشح في أزيلان ينجح، ما كاينش خرشيش. شعبية كبيرة، كل دواوير وكل مدينة كلها تتكلم عن شيتاشن وكلها تشجع شيتاشن. شيتاشن يكمل الكارير ديالو، كون على يقين أنه يمشي مع شي حزب ناجح مباشرة. إذا هادو مسابقات المشاركات في سباق 10000 متر جينيور في سينيور دام. في الشابات وفي الكبيرات. إذا تتبعوا معايا الصورة أمامكم في هذا الصباح، فانتهت سباق 10 كيلو ديال 10000 متر كبار، الآن الشابات الكبيرات، بعد ذلك الشبان. صبيحة ديال 10000 متر. الجهاز على ما أظن في المقدمة، هريش في المتابعة، و فصراحة السباق الأول كان جميل، فهنا غنشوفوا إيقاع كيفاش غيوقع، ماذا يقع في السباق، واش غينتظروا 800 متر الأخيرة 400 متر الأخيرة عادي يتحركوا ولا غيبقاو غاديين إيقاع يبحثون على البطولة. تبحثوا على الميدالية فقط وليس على التوقيت. فهناك تقريبا 3 عداءات الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي وماجوريل. الشابات كاينه اللبعة عائشة مرشحة رقم 1 فوز بفئة الشابات، وهي الآن مع العداءات، هي الآن تتواجد ضمن العداءات. وئام تحية لك. إذا نتابع معكم وتتابعون معي سباق شابات كبيرات 10000 متر 10000 متر إخواني أخواتي جينيور في سينيور دام. ونعيش احداث البطوله الوطنيه لالعاب القوى للموسم الرياضي 2023-2024. فاليوم تتجرى مجموعه ديال البطولات العالميه، ف فاليوم غنعيش على 3 سباقات مؤهله للالعاب الاولمبيه. عشنا مع سباق 800 متر البارح، اليوم غنعيشو مع سباق ديال 1500 متر اللي عندنا فيه أكن كام وحافظ رزقي يمكن لهم يتأهلوا الرانكينج. هناك 800 متر أسيا رازقي وعداء ديال الجيش الملكي تا هما مرشحين أنهم يتأهلوا لعب أولمبية. هناك 3000 متر موانع الفايد وصلاح الدين باليزيد، هادو سباقات اللي يمكن يتأهلوا فيها أبطال المغاربة من خلال البطولة الوطنية. نتمنى التوفيق لأبطالنا. فهاد الكورسات لاحظت فيها لمايت كلوب، وتحية للأندية ديال مايت كلوب ديالها، وتتحترم على انه العدائين يلعبوا مايت كلوب. تحيه للعدائين اللي تلبسوا المايت كلوب وتحيه للانديه. فبعض الاحيان العداء عنده المايت كلوب وعطاه ليه الفريق وما تيلعب بهش، فتيجيب كيطمع عزيزه عليه تيلعب بها. في حين ان الرياضه معروفه في العالم كله انه المايت كلوب لا نقاش، ما كاينش شي رياضه اللي ما تخش مايت كلوب، ما كايناش في العالم.
اي رياضه رياضه الا عندها لا عندها اللباس ديالها. فتيبانوا لي الدفاع الحسين لابسين المايو، لي فارميسي المايو، ماجورين لابسين المايو. اذا اللي يدخل عندي بارطاجي، بغينا حتى هاد ديال البنات هو يطلع. قبيله الواد كان مزيان، كانت متابعه، بغينا حتى ديال هاد البنات حتى هو تكون في متابعه. حنا دابا حنا 43 واحد تنتابعوا في نفس الوقت، ماذا بنا اننا نفوتوا ال100. باش نفوتوا ال100 تيخصنا لو بارطاج. صباح الخير سي عيسى متعب سلطان العدوان، تحيه ليك. والامور فحنا شغالين عليها وان شاء الله اليوم يكون عندي جواب. فكان عندي جواب البارح ولكن داكشي اللي شفت ماشي هو هذاك، فوعدني السيد اليوم غيرد عليا. فكون هاني سي عيسى متعب سلطان العدوان، ان شاء الله يكون خير. احنا معاك. الرقم القياسي الوطني، الرقم القياسي الوطني ديال 10 ديال 10 ملم كبيرات كم؟ اسماء الغزاوي 31 16. اسماء الغزاوي 31 16، وهذا ايقاع بعيد على 31 اظن. فاسماء الغزاوي هي اللي عندها الرقم القياسي الوطني 31 16. فحتى نقول تحيه للسي عيسى متعب سلطان العدوان من خلاله، تنقول تحيه لكل اسره العاب القوى بالمملكه الهاشميه الاردنيه والشعب الاردني الشقيق. صراحة إخوان في الأردن ناس طيبين. سي عبدي البطل ديالنا ديال مدينة قنيطرة، تحية ليك. داموس ما تتبانش، كاين لي بلاك. يلا اللي دخل عندي من الأصدقاء ديالي يدير لو بارطاج. فبغينا يكمل هذا السباق، يكمل بمجموعه ديال الناس اللي متابعين السباق. اذا الاقاتيه تحرك شويه. اللباع فئه الشابات، لا فئه كبيرات. اللباع الجيش الملكي تترفع الايقاع. اللباع عائشه. فهاد البنات كلهم تتشوفوا امامكم في العشرة كيلومتر كلهم تيلعبوا سباقات على الطريق. تيلعبوا نص ماراثون والماراثون، فيهم اللي كيتلعب نص ماراثون وفيهم اللي تيلعب نص ماراثون والماراثون. فسباقات على الطريق خداو واحد مجموعة كبيرة من العدائين المغاربة اللي كانوا مختصين في هاد الاختصاصات السامية لديمين. إذا الأجواء جميلة، جو بارد، ليست هناك حرارة لحد الآن. جو جميل. الجدود يسرى الان في محاوله، غنمشي نقرب لا هوتور باش نصور لكم او ميم طون لونغور. اذا هادو هما البنات. غنمشي لونغور. إذا غنقبطو معاكم هنا.
تحية سي حسن أوجو، هو نهار كبير هذا، فسي حسن أوجو تحية ليك، ونهار كبير اللي شفناك، نتمنى لك التوفيق النجاح أخي حسن. أرحب بكل إخوة، أرحب بكل إخوان، شكرا اللي أعطاني الإعلام الوطني، يا سلام على القلوب الحمراء. شكون؟ أحمد بخوش، تحياتي. شكون هذا اللي عطانا الاعلام؟ يوسف الدبي، يا سلام يا سلام. اذا سباق 10000 متر سينيور جينيور في فتنسمع اوبا من بعيد. إذا طولي كبيرات عداء من رمال الداخلة، فتحية الناس ديال الداخلة، الداخلة حاضرة في البطولة الوطنية، وهذا شيء جميل. خاصة حنا عندنا حلبة مطاطية في مدينة الداخلة، حلبة مطاطية في الداخلة، يا سلام. محاولة فباش نشوفوا بطولة وطنية ممثلة بكل الأقاليم من طنجة إلى الداخلة، فهناك العيون وهناك الدخلة، هذا شيء جميل. سي جلالي بامو تحية لك، وتحية للبنت راه هي مشاركة، نتمنوا لها شي بيرفورمانس تكون زوينة. جانب من الجمهور اخواني اخواتي اللي جا اليوم الصباح، فانتم تشوفوا معايا هذه المنصة ديال العدائين. تحية جديدة الدفاع الحسني الجديد، يا أما سي العمراني تبارك الله عليكم. حاضر، هذه المنصة ديال الجوائز، هذا لو بوديوم إخواني أخواتي، هذه المنصة الشرفية، هذا خيمة ديال الراس تيمر، الخيمة اللي لهيه باش كنا دايرين فيها اللايف ستريمينغ البارح. فصراحة بطولات وطنية من مستوى جيد، تنظيم لوجيستيك رائع، كل الأشياء متوفرة صراحة. خصنا نزيدو نعملو فقط باش تكون نتائج أحسن، عاقل كل شيء متوفر. تنظمو تظاهرات، أنا حضرت البطولات، أقولها حضرت البطولات كثيرة، ف تكلموا على 10000 بنات تحول ديال المينيما. ف 10000 البنات كانت 41 31 45 هو المينيما ديال البنات، من بعد ولات 31 45 بقات هو هذاك 31 45 كانت 2004 2008 2012 2016 ولات 32 15 طلعات 2020 ولات 31 25 الان 30 40 اخواني اخواتي 2024 المينيما ديال 10000 طلعات 30 ماشي مشكل. فسقل لي صباح البارح، غنسول المدرب والرئيس النادي، سقل لي البارح لعبات ساميل دارت مرتبة ثالثة ثانية واليوم تتلعب 10000. اجي قدامي نسولو سيد رئيس النادي على هذه القضية هذه، ورئيس النادي واش انت كرئيس
اللي قلتي لها تشارك البارح واليوم، ولا هي اللي بغات تشارك؟ واش ماشي بزاف على تلعب جوج سباقات ساميل ديمين في يومين؟ بالنسبه لي انا فرحت ملي كانوا في ساميل ديمين في نهار واحد، ولكن من بعد ملي عاودوا خيالهم قالت لك انا بغيت نشارك فيهم بجوج، قلت لها البارح صافي سي بون، قالت لها انا دابا نبريباري الماراثون يعني عادي هذا الشيء عندي. هنا في يعني في لا سومين كنوصلوا لواحد 200 كيلومتر 190، يعني جاها عادي انها تشارك كحصه تدريبيه. دونك الاراده ديالها هي اللي بغات تشارك. تسولها غنسولها لان لعبت الساميل البحر مرتبه ثانيه ولعبت اليوم الديميل، ف التداريب تيقول لك تسمح لها تلعب. غنصوروهم عن قرب هنا. اذا الجهاز الدفاع العسكري الجديدي. والثانيه قول لي الرخ اسميه فكرني باسم. لا لا كوثر جهاز عرفناها، وابن هنيه و18 سدرية 18 الجيش الملكي الحرش. شكون؟ اذا غنتبعوا الجدود يسرى. الراس سيمر، الراس سيمر دائما دائما حاضرة. تحية لهم، تحية للمشاهدين، شكرا. إذا ثلاثة العداءات اللي غاديين في المقدمة، الجهاز كوثر وبن هنية وعداءات الجيش الملكي واش الحرش على ما أظن. ف لنا سيداتي وسادتي صباح مبروك، ونحن نعيش اليوم مع فعاليات صبيحة فعاليات اليوم الثاني للبطولة الوطنية لأعمارهم. إذا صبيحة هذا اليوم وفي حدود الساعة الثانية كانت انطلاقات مسابقة 10 كيلومترات كيما، واللحظة تجري فعاليات 10 كيلومترات شابات كبيرات. هناك كوثر كهاز فريق الدفاع الحسني الجديد، هناك كذلك بلية من نادي المسلمين للألعاب القيمة، هناك كذلك البطلة الوطنية الأخرى المتواجدة على مستوى الصدارة عداءات فريق الجيش الملكي. أقول عداءات فريق الجيش الملكي زاهي حسمة الزاهي، العداء المرتبة الثانية هي الزاهي، الجهاز الزاهي وبن هنية. هادو هما العداءات المقدمة ثلاثة، بن هنية بن مصميم، الجهاز الدفاع الحسني الجديدي، والزاهي من الجيش الملكي. ثلاث عداءات إخواني أخواتي. ولازلنا معكم، شكرا 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 على هاد يوسف الذهبي خدام معايا. تحية يوسف الذهبي، الله يرضي عليك ولدي على هاد الاعلام والورود والقولون. تحيه لك ولدي، راك معايا قلبا وقلبا. كوثر الدفاع الحسني الجديدي، الزاهي الجيش الملكي، بن هنيه صبا، ابن سمين وغتوجدوا في هذا الاول وحوار مع عمر شيتاشن. وفي المباشر الاول هناك اذا غنتبعوا هذه القفزه. كوثر الكهاز الملقبه بالمخيله، اذا الجدود يسرى. محاولة محاولة ناجحة، واخا عمرنا بالتراب معليش، عمرنا بالتراب. غنشوف هذه المحاولة اللي صورناها مسجلة عندنا، غنشوفوا شحال. إذا هذه هي المحاولة في المباشر، آخر أمبران تتبقى بروش دو لا بلانش هي هذه. وغنمشيو للجهة الأخرى باش نصوروا. 95 دونك 95 هي المحاولة اللي حققت الجدود يسرى اليوم. إذا حتى جوج بنات المرتبة الأولى والثانية، كوثر كهاز الدفاع الحسني الجديد، والزاهي الزاهي حسن بن هنية، و روزاليدا بن سمين.
الا با عائشه. الحرش الحرش سقلي صباح وغادي نمشيو. مكان السباق هي مدينة سلا، فمدينة سلا بجوار مدينة الرباط، الفرق بيناتهم هو بوركراك والواد تيقسم بين الرباط وسلا. معكم منذ الساعة تقريبا 8 إلا ربع في نقل مباشر اليوم دابا بالهاتف صباحا، فالنقل المباشر ستريمينغ غيكون في العشية بالأجهزة. ف بن صميم بن هنية السيدة محمد أغلال المدير التقني نادي الوداد الرياضي البيضاوي لأعاب القمم والمدرب الوطني عائشة لبع الفريق الوطني للواتساب العام اهريس سمعت الجيش الملكي صباح سقلي فدائما بالنظارات اليوم بلا نظارات، ما فهمتش علاش كل لعبات بالنظارات كون كانت داخل هي الثانيه. سمعت اذا نتابع معكم محاوله ديال عداءه ارضى. أرضا هي رمال داخلة، فرمال داخلة مأهلة صراحة بالشابات، ثلاثة البنات تريبل سو، ثلاثة البنات في اللونغور، والآن تتأهل في السنيور في الجنيور، هادو سينيور على ما هادو سينيور دام مأهلة فيها بنت ولا جوج، ما شاء الله، ما شاء الله على أمعاش. برافو، الجهاز، دفاع الحسيني الجديدي، تحية أشواق. عمل جميل، فالدفاع الحسني الجديدي خلال ثلاث سنوات أخيرة تترتقي المراتب متقدمة ديما العشر الأوائل، فحيت يكون تتكون العمل تتكون النتائج، حيت تكون الإرادة تكون الحب تتكون النتائج، فكون على يقين إخواني أخواتي، فالدفاع الحسني الجديدي تغير كبير وتطور كبير داخل النادي. محمد أغلال البطل الدولي السابق ومدرب الفريق الوطني المغربي للكرة، وهادشي اللي بغينا. ف سي 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 عتب بوحماد يشجع الاداء ديال النادي تيقول له برافو عليك، رغم انها في المرتبه الخامسه دابا واخيلا المرتبه الخامسه، ولكن راه المرتبه الثانيه البارح، المرتبه الثانيه البارح تتعطيها من نقطه ثمانيه كاينه ياك تتعطيها سبعه النقاط، ودابا عندها ثلاثة النقاط وخذت المشاركة، بوحدها راه جايبة واحد 12 13 نقطة. باش بو أحمد آخر السنة يخرج ديما من شحال تتقلب على المرتبة تتقلب بو أحمد. والله ما كنركز بزاف على المرتبة. لا تتركز، لا أقسم بالله. لأن فيها منحة. لا أقسم لك بالله. فيها المنحة مهمة المرتبة. شحال كرهتي زانا فريطة؟ 48 41 علاش 21 48؟ سخا ليك. لا كان واحد الشوج مودو كاتيجوري يعني يلاه بداو تيتاقلموا مع الكبار. دابا 28 العام اللي داز 21 اللي قبل و 48 اللي فات، وهذا العام هذا تقدر تكون قل من 48 كاتي الاولى، كاتي الاولى مزيان من 48 ل 30 راك غادي مزيان. اذا امامكم الصوره ولابسه المايوت كلوب، هذا هو الجميل، الشورت حمر الكتمة حمراء، المايوت كلوب ديال ماجورين مراكش، فجميل. إذن إذن نصوروا باش نمشيو لتوزيع الجوائز على ديمي الولاد.
الجهاز شبقى لها من دوره، الجهاز ست دورات اخواني اخواتي. هاي ثانية اسمية الزاهي المرتبة الثانية. أنا أعطيكم مراتب دابا الآن. المرتبة الثالثة بن هنية بن صميم، حياة بن هنية بن صميم. المرتبة الرابعة الباء عائشة الجيش الملكي، الجيش الملكي الباء عائشة. المرتبة الخامسة صباح الصقلي ماجورين، صباح الصقلي اجبال ماجورين العاطقين. فحفظنا الاسماء، حفظنا الاسماء كما حفظنا الدروس. كون حفظنا هاد الدروس كون رحنا عندنا الدكتوره. برافو عليك، برافو. سند عندنا جوج بنات، سند والجهاز جوج بنات من الاهلات. إذا لقبت الجهاز جبت الدورة على بعض العداءات. لو مخيرة. فملقبة بالمخيرة. الجهاز ملقبين عليها المخيرة. ما تعرف شنو هي المخيرة. روح دين فدوى. الزاهي. إذا غنتبعوا محاولة ديال الشابات. عطينا الركور ديال الشابات، أما ديال الكبيرات فهو صعيب. 31 16 أسماء الغزاوي كبيرات. كبيرات بالنسبة للشابات. الشابات عطينا الشابات. الركور ديال الشابات كم؟ بالنسبة للشابات نادية الجافيني 33 59 33 59 فالنادية عندها ديال الشابات في 5000 وديال الشابات في 10000. صباح الصقلي. فنتذكر الجدود اليسرى عندها صاحبة الرقم القياسي الوطني 5 56. مانا سلمى وممثلة تلوز مرشيد فاتح وهيب. إذا المحاولة خاصها تتعدى 6 أمتار. فالجيل اليسرى حصلت على ميدالية في البطولة السابقة. حصلت على ميدالية في البطولة الإفريقية السابقة. هاد السنة ما توفقتش لان مرات واحد مجموعه ديال لي بليسير هاد السنه. نتمنى على انه الرقم القياسي الوطني في قفز طولي جدود. لا جمع شنيك. لا جدود خصو يتبدل حتى هو توا نعلموه. فالجدود هي اللي عندها 5 56 عايشه الباء 56 56 شحال 6 0 1. فالجدود فات 5 متر و80 6 0 1 وهي عندها 56. كوثر فتح وهيبة نجم رشيد صباح الصقلي. ثلاث دورات اخواني اخواتي. مانا سلمى في حرب محمد ثلاث دورات. بعد حسن الجديد فهاد السباق يجمع الشابات والكبيرات. فكون درنا الشابات بوحدهم والكبيرات بوحدهم خصنا ساعة ديال الشابات وساعة الكبيرات هي ساعتين، وزيدوا على ساعة ديال الكبار هي 3، وزيدوا على ساعة الشبانية 4 ساعات ديال الديمي المدخ. فمنين جمعنا هادو خاصة لأن المستوى متقارب فتجمعوا الشابات مع الكبيرات درنا سباق واحد شابات كبيرات. إذا المرتبة الثانية لباع مرتبة ثالثة وبن صميم مرتبة رابعة. واللباع تشارك في أقل من 23 سنة في البطولة العربية الإسماعيلية
اقل من 23 سنه. اذا الجهاز اول سنه على مستوى فحص او جهاز يلا بدات الخدمه الدنيا. فالمدرب ديال المدير التقني ديال فريق دفاع الحسني الجديدي يصرخ باعلى صوته الجهاز البحث عن التوقيت، فهي ضمنت المرتبه الاولى. الان نبحثوا عن التوقيت، الان بقاو لها جوج دورات غادي تبقى لها دوره. سميه سند اظن بانه استاذه من التربيه البدنيه مقاتله حتى هي. الزاهي الجيش الملكي وهيبه وممثلة اتحاد محمد بنت سلمى. هكا شي واحد ما عرفش الاسماء ديالهم. سي عبد الاله بالقايد من الولايات المتحده الامريكيه، تحيه لسي عبد القايد سي عبد الاله المراكشي، وتحيه روح الدين بن هنيه اللباع عش اللباع الجهاز شحال كرنو خدام فيها؟ 32 شحال؟ 18 غتلعب اقل من 34 غتلعب 33 30 غتلعب 33 30 33 28 هذا هو التوقيت اللي غتلعب فيه اخواني اخواتي. يلا سقلي صباح صباح سقلي اشبال مجرين. هذه هي بن حمد زكروا الشابات اتحاد بن حمد الالعاب القوى. علي حسنه يا ازاي حسنه شكون هذه؟ اللي جايه دونك غنمشيو خط الوصول. خط الوصول كره الكاس مسيره الدفاع عن الحسن الجديد لم تسير نحو الفوز ببطوله المغرب ومسابقه ال10000 متر السيد. إذا كوثر جهاز الدفاع الحسني الجديد. إذا كوثر جهاز تسير نحو الفوز. كوثر جهاز في خط الوصول في خط الوصول و 33 32 رقم شخصي ديالها الجهاز رقم شخصي ديالها وغنتبعوا شكون هي الثانية والثالثة. غنتبعوا معكم ممثلة فريق الجيش الملكي غنتبعوا معاكم تسير المرتبة الثانية. لا 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 ماكلوش 18 إذا الزاهي حسن فريق الجيش الملكي. ف حسن الزاهي باقي لها دورة واحدة. حسن الزاهي فريق الجيش الملكي إذا المرتبة الثانية الزاهي حسن. الزاهي حسن الجيش الملكي شحال غتلعب؟ حسن فريق الجيش الملكي 34 17 سمية سنة الدفاع الحسني الجديد بقى دورة. إذا خط الوصول بالنسبة بن هنية بن هنية المرتبة الثالثة نادي بصمي بن هنية المرتبة الثالثة بن هنية روزاليندا روزاليندا بن هنية المرتبة الثالثة اللباع عائشة مرتبة رابعة مرتبة رابعة عائشة اللباع فريق الجيش الملكي رابعة روح الدين فدوى جبال سندا أزيلا لألعاب القيد إذا صباح صقلي صباح صقلي الآن مرتبة خامسة تابعتوا معنا سقلي صباح الشمال ماجوري لألعاب القيد المراكشية صباح سقلي مرتبة خامسة سمية سند مرتبة سادسة
سمية سند الدفاع الحسني الجديدي. سمية سند الدفاع الحسني الجديدي. العياء التام سمية سند. سيدي توش. هندخلهم اخواني اخواتي. روح دير الفدوى. اشمعنى تم تأزيل الالعاب القيد؟ روح دير الفدوى تم تأزيلها. مريم المهاري على مستوى فئة الشابة سبورتينغ بيضاء. جهاز الجهاز 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 فاتت نادي على الجهاز فائزة وقرانا ناخذها. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن كلمة كلمة إذن إذن غنحبس اللايف باش نطلق الديميل. إذا ما خويا جوج بنات ونحبس. الو والله لا خديجة السدري تحية لك. طبيعة الحال قال لك سيدي سيادنا القدام الفياق بكري بالذهب نشري و تيقولوا للناس الخبراء والحكماء اللي بغى الدنيا يفيق بكري واللي بغى الاخره يفيق بكري اللي بغى الدنيا يمشي يخدم ويعمر على في الصباح بكري واللي بغى الاخره ينوض يصلي الفجر واللي بغى يمشي يصلي الفجر وندور عندك وغندور عند كريم عنده شي حكمه اخرى شنو هي سي حكيم شنو هي الحكمه اللي عندك شي حكمه زيدها لنا سي كريم يا الصباح اللي قلتي اللي فاق بكري اللي بغى الدنيا يفيق لها بكري اللي بغى يبيع ويشري ويمشي للمارشي واللي بغى الاخره ينوض يصلي الصبح اللي متى يصلي الصبح راه ما كاين والو اسمعتيني هذه هي الدنيا هذه واللي بغى الرياضه ولي بيرفورمانس خصو يفيق بكري اللي بغى البيرفورمانس خصو يفيق بكري نسوك سؤال لو اننا لعبنا الديمي اليوم مع 12 واش يتحقق هذا الرقم يتحقق اليوم مستحيل شي الجو تيلعب دور الجو يلعب دور ها اما 7 الفوق اما 8 الصباح ولا 7 الصباح اليوم لي كونديسيون فافورابل والدراري جري ولا دراري ولا بنات كان كيش اسكيت نسوق سؤال انت مدرب ديال ولادها كيش السباق ديال 10000 متر اللي كانت فيه منافسه وكانوا الابطال المغاربه كلهم هابطين هو السباق داز كان ممتاز وجميع العناصر احسن عناصر اللي شاركوا كنا كنتمنوا ان تكون واحد المنافسه اقوى من ذلك ويكون هذا السباق هذا يكون في يعني وسط الموسم افضل من اخر الموسم كان يكون افضل هذه بطوله وطنيه ولكن السنه المقبله خصنا لا بقى حتى شويه في المنافسه منافسه انا ما كانش منافسه كون كانوا جوج اراريب السباقات لا ذكور ولا اناث دازوا في المستوى كون كان في الاراريب يقدروا يلعبوا قبل 28 لا نلعبوا علاش؟ 27 40 27 وكيشتي بعد الاصابه ديال العربي رضا اللي رجع العربي اللي رجع هذه ثلاث اسابيع هذا غير بالنسبه لي هو حصه تدريبيه مزيان الحمد لله لا ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله من رجع الصحه ديالو على مريم قولي شوف ممتاز يلاه غادي غادي اجي بنتي اجي اجي هو هاشي نمشي فئة الشابات كبيرات كانت المشاركة هاشي كانت المشاركة ديالك اليوم في الديميل ومع التمنية الصباح كانت مزيانة كان الجو زوين الحمد لله كانت المشاركة اسم ديالك بعدا شيماء الحاضي شيماء الحاضي نفريق نادي بن صميم نادي بن صميم لألعاب القوى
كنت انت و جوج بنات من المصميم، انت هي انا وحيات بن هنيه. اي جوج بنات هما هذوك بن هنيه والباك كانت اتنان سمير. ايوا كانت المشاركه ديالك كانت مزيانه عجبتك؟ ما عجبتنيش حيت كنا واقفين هاد الوقيته غينا نوقفو نرتاحو وصافي جينا. وقفتو دابا خصك ترجعي تريني باش العام الجاي نشوفك الكروس ان شاء الله ضروري. هكذاك بن هنيه بن صميم تحيه ليك. انا سميتك روزاليندا. سمعتني استاذه فاطمه. الله فاطمه سمعتك روزاليندا. سمعتني يلا روزاليندا. كي كان السباق ديال ديمير؟ الحمد لله كان شويه قاصح بالحكم ديال الله رجعت للماراطون. يلا لعبت الماراطون كان شويه الديفا كان الكورسه كان شويه رابيد باقي ما رجعناش اللياقه ديالنا مزيان. والحمد لله توج دخلت المركز الثالث وانا فرحانه بهذا التتويج الحمد لله. شكرا البطله متالقه دائما. ولكن عندي ملاحظه الباح لعبتي بالنظارات اليوم بلا نظارات علاش؟ ما كاينش الشمس. ما كنشوفش هذوك مع الشمس والشعر. قول لي سؤال بغيت نسولك مهم. الباح لعبتي ديميل درتي ساميل دوزيام بلاس واليوم لعبتي ديميل سانكيام بلاس واش العياء ما اثرش؟ ضروري كاين عياء على الرغم ان المدرب ديالي قال لي ما تلعبيش قلت لي ندير لكم ونخدموا ومشيت اليز زعما ماشي ما فوكسيتش على راسي ما كانش الهدف ديالي بوديوم هو غير نخدموا خير. مزيان كان الهدف لكن الهدف هو تدريب. تدريب فقط ما كاين مشكل ولكن الهدف حاجه اخرى. لا لان باقي خصنا نجدوا العام الجاي المشاركه العام الجاي وديميل وسامي اليومين بزاف شويه شويه ولكن كومونتخيمون ماشي مشكل ماشي مشكل. تحيه لك واللي عجبني ليك ولا الامباسار مايت كلوب. فاللي ما تيمشي لمايت كلوب هي ما تيرضاش بالنادي ديالو. انا ما تيمشي لمايت كلوب ديالو ما راضيش بالنادي ديالو. المايت كلوب مهم للعداء ولا النادي بجوجهم. لا البارح لبسوه لبسوه اليوم البارح اليوم لا اليوم ما لبسوش اليوم بطولة المغرب لبسوا داك الشيء احمر. هذا ماشي مايت كلوب. لا اجي ابو احمد فين هو المايت كلوب؟ وليتي كيتشابهوا عندها هذا وعندها هذا خصنا المايت كلوب مصابهم اليوم حمرين خاصة بالبطولة الوطنية خصنا المايت كلوب. كلوب حمر؟ ها؟ واش كلوب الحمر؟ هذا الحمر. كلوب اسيدي بغينا يكون فيه اللوغو تكون فيه ماجورين يكون كل شيء. علاش؟ وعلى حسب الميزانيه عاوتاني الميزانيه راه تياخذ المنحه راه تياخذ المنحه. فغنمشي نشوفوا البوديوم ديال 10000 متر قبل ما نقطع باش نصوروا لكم 10000 ديال الجونيور كخصه واحد 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 الاطار ديال بن احمد اطار ديال بن احمد مخبي مورا الشبيك تيشرب الماء. قول لي اليوم الاول البطوله الوطنيه شابات كبيرات وشبان كبار كي كانت النتائج ديال اتحاد بن احمد؟ الحمد لله كانت النتائج لا باس بها. عندنا معاد العناني حتى المرتبه الاولى في مسابقه رمي الرمح وسعاد الحده حتى المرتبه الثالثه في مسابقه 1500 متر. ابتسام غازلي حتى المرتبه الرابعه في مسافه 5000 وحسن التوقيت ديالنا كان 16:46 وهدى الغزالي حتى المرتبه الخامسه. حافظهم حافظ ما عندي ما نسالك. انا كنت حافظ سوره البقره حافظ حتى النتائج سوره الاخلاص. فتحيه للسي امان مقاتل في مجال العاب القوى حب للنادي وحب للالعاب القوى كبير. اتحاد بن حمد البنيه هذي وفينا هو المختار بادي فين؟ رئيس نادي الرباط لألعاب القوى. إذا عامر بوخلا اللي ألعاب القوى. عفوا. إذا المرتبة الثالثة آيال عقلو اتحاد الراشدية لألعاب القوى. ميدالية نحاسية. شحال شحال بيرفورمانس هنا نسولوها ايا العقلاوي مرتبة ثالثة والمرتبة الثانية الميدالية الفضية ايا قاموس الدنيا ايا الفتح الرياضي للألعاب شحال نقصي عمر خمسة 48 ما كملتش الكونكور 45 عندها أحسن من ذلك باموس الدنيا الموسم الرياضي 2023 شحال باموس 24 أنت ما كملتيش الفتح الرياضي للألعاب القيمة يسرى الجدود يسرى الجدود هذا الرقم القياسي الوطني والوتب الطولي السيء 6.01 الجدود. اذا هنيئا للفائزات بالمراتب الثلاثه الاولى ومع المباشر وتحيه شكر وتوزيع الجوائز اخواني اخواتي الحديه على الفائزات الثلاث الجدود باموس ايا العقلاوي
اجود اعداءات المغربيات رئيس جمعيه عامر بقناه الطولي. هنيئا لهم هنيئا لهم. نصيبي جدود اجي عندي خليك 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 باش ناخذوا هذا المنظر الجميل. معايا مباشرة آية الجدود اللي تنعرفوها بطلة اللي عندها رقم قياسي وطني، بطلة اللي دات ميدالية في ليل موريس في الطولي فضية ولا فضية في الطولي. هذا العام هذا ما توفقاتش جبنا ميدالية، كنا تنتظروا ميدالية ولكن عرفت بأنها كانت عندها إصابة اثرت عليها. فماذا وقع الجدود؟ عاودي لنا شنو وقع لك هذه السنة هذه. أولا السلام عليكم. الحمد لله كانت صراحه البريباراسيون كانت غاده مزيان، ولكن كما عرفتي سي اوبا يعني من مورا لي جوز افريكان، يعني راه لي جوز افريكان لعبت 653 ولكن من موراها كنت لعبت فيدرال، ولكن للاسف داكشي مكتب ديال الله وقع ليا البليسور صافي. من تما كنت راه شويه شويه حتى كنعاود نبرا وكيعاود ثاني وقع ليا البليسور صافي. نهار الشامبيون دافريك كنت غادا صراحه كتعاول على ميداي، يعني راه كنشوف حتى لا تخوازيام، يعني راه تبحات ب 640 يعني كان بالامكان ديالي نجيب ميداي، ولا يعني كنشوف لا بيرفورمانس زعما بان انا نقدر نجيب ميداي، يعني ما فهمتي لا بيرفورمانس كانت يعني بالنسبه لي انا سهله، يعني البوديوم كان صراحه كنت غنكون في البوديوم، ولكن المكتب ديال الله. وان شاء الله كنتمناو العام الجاي ان شاء الله غير تبرى الاصابه وان شاء الله العام الجاي يكون خير. وغنقول لك علاش ما تجلسيش حتى تبراي نهائيا؟ وي كنت جلست واحد المده تقريبا شهر حتى تبداي تتعاود تضرك يضرك ظهرك. كنت اخباري هذه المعلومه انك تتبري وتتعاود تضرك ظهرك تتبري. نبراو تنبراو مزيان عاد نبداو التدريب ديالنا باش نربح العام ديالي. كان بامكانك تجيبي ميداليه في النحاسيه في الضيافه في البطوله الافريقيه، عندك 56 55 54 وتربحات الثالثه. بشحال ربحات الثالثه؟ 40 امكانك تجيبي ميداليه ماشي مشكله بنتي. نعتبروا هذه السنه هذه سنه ديال 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 المرض، وكن نهيئوا السنه المقبله ان شاء الله ان شاء الله، لانك قريبه من الرقم العربي. فغاده سعاء عندها 6 مترو واقيلا 73 المهم كذا و70 ما عرفتش، فقريبه بزاف للرقم العربي. بغينا هذا الرقم يكون عند المغرب ان شاء الله، عند بطله مغربيه ان شاء الله باذن الله يكون ان شاء الله باذن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. العام الجاي والله يوفقك الله يعاونك. اذا بعد قليل مع مراسيم تتويج الفائزين ومسابقه 10000 متر دكور. تبعتوا معايا حوار حوار انا في افاضل الناصبي عبد الرحيم. تحيه قولي قولي كي جاك السباق ديال شي تاشي داك الشهر وما داش خطا انا في بالي كاين شي خطا في السباق داري كاين خطا هو كنبغي بصراحه عندي داك داك الحس ديال البورصه اللي خصنا 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 نديرو احمد الحسن توقيت يكون زوين وان شاء الله. ولكن الحصد حط شويه على السيد علي التهاون من جهه البطل الدوري السابق كنعاونوا كنعاونوا مزيان غادي يكون الركور حسن من حسن. ولكن كان سباق جميل تبارك الله عليك. تحيه تامده ازيلان، تحيه اشبال تامده ازيلان، تامده ازيلان. تحيه سيد الرئيس سي صوفي سي صوفي تحيه ليه. عمر اي تشي تشي اشبال تامده ازيلان لالعاب القيم. برافو عمر. إذا حسوني مرتبة ثالثة والمرتبة الأولى شيتاش المرتبة الثانية الذهبي بطل الموسم الرياضي 2023-2024 ممثل فريق الجيش الملكي هشام أولادة. برافو هشام. ودائما مع الأبطال البطل العالمي والأولمبي علي الزين، وكذلك السيد عبد الرحيم الناصيبي ممثل فريق اولمبيك خريمكان العاب القيم. اذا هنيئا للفائزين براتب الثلاثة الأولى. تمام. وتحية شكر وتقدير للكفاءات المغربية على صورة العاب القوى الوطنية. تتبع الأبطال المغاربة والأطر المغربية أيضا. صورة جميلة. تحية للأبطال ديالنا. قادي تي قادي شوية تي عاوتاني. إذن إخواني أخواتي غنقطع المباشر على أنني نبدأ تيميل ديال الشبان الآن. تحية لكم شكرا على المتابعة. واخا ما كاينش السي عبد الإله الطويل واخا نقطع اللايف وغنسد الطويل تاعو.
فالعود التربة ما بداش، جمعوا العداءات الان. دابا لا بغيت نقطع باش نبدا لايف ديال الشبان بوحده. تحيه لكم جميع، الى اللقاء بعد قليل.